مرحبا في قناتكم قناة رزا تشانل. فيديو النهارده عن مسلسل ميتم او مسلسل الايتام، وهو مسلسل هيكون درامي اجتماعي يعني كل عيوب مستنين مسلسل دمار، من بطولة اردال بشيك اغلو بدور ماهر رئيس الدار، برج اسبرك بدور عايشة جول مأمورة الشرطة المسؤولة عن الاطفال اليتامى، وابطالنا الصغيرين برينجو كليدز في دور مافي، كوبرا في دور موزي، نيراي رال في دور بامبي، ترينسو اكوش في دور زينب او سريتشي. القصة بتدور عن ماهر بوزدبي اللي ساب حياته كلها وراءه وراح يفتتح منزل او دار للاطفال باسم علي كان، وحرص على انه يجمع اي طفل يتيم يلاقيه قدامه، وبعد ما يلاقيه يلاقي له اسره مناسبه ليه ويعطي الطفل ده للاسره دي. يعني بيجمع راسين في الحلال، بيجمع اسره من غير اطفال بطفل مش لاقي اسره. وفي الوقت ده بنمر بقى بكميه الام وحياه صعبه جدا بيمر بيها الاطفال دول، وفي ان هم يلاقوا عيله، يعني اكيد مش هيلاقوا عيله بس. وكمان بيظهر في الاعلان ان في ناس بتوافق انها تاخد الاطفال دي، لكن بعد كده بيرجعوا في كلامهم، وساعتها ماهر بيبدا يتعارك معاهم اللي هو لا انت موافقت انك تاخد الطفل وعطيته امر ان تاخده، ازاي ترجع في كلامك؟ لكن بعد كده البنات دي بتيأس من ان هم يلاقوا عيله، فبيقرروا ان هم عيله بعض، ويختاروا ان هم يعيشوا سوا ويتشاركوا كمان نفس الاوضه اللي عايشين فيها في البيت بتاع ماهر ماموره عايشه جول، وعشان تساعدهم وتحاول انها تدي اي طفل لاي عيله، وتكون بتفكر انها كده هتساعدهم. فيجي ماهر مسؤول الدار ويقف قدامها، لان عايشه بتعمل شغلها لكن ماهر بيعمل اللي شايفه ينفع الاطفال، يقول لها اهتم باللي ما عندوش عيله، ما تهتميش باللي عندهم عيله. ويكمل يقول لها ان كل طفل بيدخل من باب المنزل ده بيحدد عيشته ومصيره واسمه. ومن خلال الاحداث بنعرف كل بنت ايه قصتها. اتوقع يكون مسلسل جميل جدا وشيق، عياط كتير لكن هيكون كويس. وعرض الحلقه الاولى هيكون يوم الجمعه القادمه الساعه 8 على قناه فوكس في تركيا، بدلا من مسلسل رجل خطا بعد ما توقف في الحلقه رقم 14، واكيد هيكون مترجم على فجر السبت، لكن قصه عشق لسه ما اعلنتش هترجمه او لا. قولوا لي رايكم في الكومنتات تحت، عجبكم المسلسل ولا لا، هتتابعوه ولا لا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.